حياكم الله في فقرة الأخبار في دقيقة. الكشف عن أول شاشة لابتوب في العالم بتردد 600 هرتز من شركة بي أو إي. جوجل تطلق نظام أندرويد 13 تي في بعدد من المزايا والتحسينات. ميديا تك تعلن عن معالج ديمنستي 8200 بدقة تصنيع 4 نانومتر. شاومي تكشف عن هاتف شاومي 13 برو. تطبيق الواتساب يختبر ميزة البحث عن رسائل بالتاريخ وميزة مشاهدة الحالات من قائمة الدردشات. جوجل تدعم أحدث نسخ متصفح كروم بخيارات تحرير الذاكرة العشوائية وحفظ الطاقة. إنستغرام سيمكن صناع المحتوى من معرفة إذا كان فيديوهاتهم قد تم حجبها عن الظهور في الإكسبلورر والصفحة الرئيسية، وتطلق ميزة نوت لجميع المستخدمين. تويتر تخطط لرفع عدد الحروف التغريدة الواحدة إلى 4000 حرف. الكشف عن ألعاب بلايستيشن بلس الجديدة لشهر ديسمبر. تأجيل هوغورتس ليجاسي بالنسخة الجيل الماضي إلى شهر أبريل القادم. ويعطيك العافية على المتابعة، ومع السلامة.